رقية صباح الخير، اش اخبارك رقية؟ مرحبا بخويا رقية. السلام عليكم. وعليكم السلام، اش اخبارك؟ كي دايره سي مومو؟ لاباس عليك؟ لاباس كلشي بخير؟ الله يحفظك انت بخير. صحة لاباس؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. مرحبا بك. انت تعاونية الساحل بيو؟ بيو. من تيزنيت؟ انا من تيزنيت. مرحبا بك. انا مرحبا لاله. ستون ديك شنو فيه؟ واحد انا هنا شنو فيه؟ فيه ارغان الماكله، وفيه ارغان كوزميتيك، وفيه العسل الحره، وفيه املو. مزيان هادشي. لمياء ارغان كوزميتيك يصلح لك. اييه. ارغان كوزميتيك، ارغان الماكله، الماكله، واملو. املو. املو بزيت ارغان وعسل الحره. مزيان. الله الله. ما كاينش عندك املو كوزميتيك؟ لا. نديرو نديرو جربوا يصدق لكم املو كوزميتيك. حيت راك عارفه انت ديما ترقيه البنات اي حاجه قلت لهم يديروا يطلصوا كيطلصوا على وجههم ياك. راه ديري املو كوزميتيك يصدق لك. راه غيصدق لي انا. علاش فيه اللوز؟ اي فيه اللوز. غديروا الماسك ديال اللوز. مزيان اللوز. فوالا مزيان. راه هو غديروا الاملو نيت. مزيان. لا شنو هي الحاجه اللي الخاصيه ديال المنتوجات ديالك رقيه؟ شنو هي الحاجه اللي سبيسيال عندك انت في المنتوجات ديالك رقيه؟ سبيسيال عندي معروفه باحسن املو. املو بلوز بلدي وارغان حره وعسيله حره. يا سلام. وديما تيكون المنتوج جديد. يكون جديد والمنتوجات جديده واللوز جديد وكل شيء جديد. جديد واللوز بلدي ديالك. ما هو الفرق ما بين اللوز البلدي واللوز الرومي؟ اللوز البلدي تتكون فيه واحد النكهه زوينه وما تيكونش فيه لي زونغري الادويه. ايه. وتيكون هو من الجبل. تيكون ناش ما تيكونش فيه الرطوبه مقارنه مع اللوز الرومي. اللوز الرومي واخا داكشي ما تتكونش فيه ديك النكهه ديال الاملو، لان اصلا نهار هذا املو تنعرفوا حنا نهار الاول تنعرفوا باللوز بلدي. مزيان. واخا كيكون فيه واحد لوكو بحال لي الشوكولا. لدرجه الكليان ديالي تيقولوا لك غنمشيو عند السيده اللي تدير لنا املو فيه الشوكولات، خصوصا الوليدات اللي ما تيبغوش ياكلوا بعد منهم املو. مزيان. تعمل السيمانه ديال؟ نعم السيمانه شي عام هنايا. كيفاش؟ السيمانه شي عام هنايا. كنتي دي السيمانه؟ لا لا ما عمرني سمعت معكم. لا لا بخوميييغ فوا. واخا لالا. تهضره هذه سمعتها انا قبل هضره. نعم؟ لا تهضره ديال الدراري الصغار سمعتها. سمعتها انت؟ انت سمعتها انت؟ سمعتها انت؟ واخا حنا ندوق هذا هو اللي فيه بحال الشكار. هذاك هو املو. هذا هو املو. املو شنو فيه؟ فيه اللوز؟ فيه اللوز وارغان والعسل. صافي. 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 شي حاجه مزيده كاع. كاين اللي بلا عسل بالنسبه للناس اللي هما ديابيتيك. كاين اللي كنصوبوا بلا عسل. كاين اللوز وارغان. كاين اللي تياخذ لاباط اللوز بوحدها، كاين اللي ما تيحملش ارغان تياكل غير اللوز بوحدها، تياخذ غير اللوز بوحدو ديك لاباط. لاباط. كتبانتوما لاباط ديال اللوز. لاباط ديال اللوز. عجينات اللوز. واخا كتكلم على الخبز. تتكلم على الخبز، كاين اللي تيدير لها الحلاوه بالعسل. اييه. وتياكلها، كاين اللي تياكل هكا، كاين اللي تيديرها في العصير. تياخذ معلقه من هذا بدل ما دير اللوز تطحن وتضر معاه ما تيبغيش يطحن. تدير معلقه وتدير مع العصير. واخا لالا مزيان. وكاين اللي تيديرها بالنسبه للافارقه تيديروها هما في لاكوزين، تيديوها عندي تيديروها في لاكوزين ديالهم. مزيان. العدد ديالهم لاباط داموند ولا ديال هذا تيديرها ديال الكاوكاو تيديروها هما في الطبخ ديالهم بحال مع اللحم. تبارك الله عليك. تبارك الله على رقيه. تصفقوا على رقيه. تبارك الله عليك. ولا بارك الله فيك. شحال باش بديتي انت هادشي؟ نعم. شحال من عام باش بديتي هادشي؟ حنا اصلا ابن عن جد الوالد ديالي تيدير هاد الحرفه هادي. أيه. وانا ملي كنت صغيره تنعرف لان الوالده كانت تديرو. أيه. وتقريبا انا 12 عام باش درت هذا، باش درت املو هذا. وديما انا عزيز عليا المواد الطبيعيه. وانت دابا انت درتي المحل ديالك في تيزنيت؟ درتي؟ لا دايره عندي تعاونيه في تيزنيت. أيه. وعندي في الرباط ثلاثه نقط البيع في الرباط. مزيان. وكثير الحركه بخير؟ لا بخير الحمد لله. الحمد لله. الله يكون بخير. دير غير حاجه مزيانه ما تخافش. هادشي اللي كاين. صفي وتشرب. صافي هادشي اللي كاين. هادشي اللي كنقولو من الصباح. دابا انت بغيتي شنو الحلم ديالك بالتعاونيه ديالك رقيه؟ نعم. فين بغيتي توصلي؟ بغيتي ديري بها ان شاء الله؟ ان شاء الله باغ ان شاء الله باغا مازال نزيد النقط الاخرين ديال البيع ان شاء الله. لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد ديال على الصعيد الاوروبي ان شاء الله. ان شاء الله. وانا هضرت معك هضره كامله مازال ما ضقتش. خصني ندوق بعدا. شنو غتقول عاوتاني؟ راه خاص ندوق دابا. يلا دوق وقول. دوق هادشي. رد الاخبار. بسم الله. بغيتي تدوق؟ غادي ندوق بيان سور. هي الطريقه باش هضرات عليه باين بنين. اوكي بدا عادي بحق الله عادي من شهيتينا. ياس اخ هذاك الشيء راه شوكولا. وي مرضي بالزويته اكسترا فيير. راكم ديغي كوم ديغي لارتيست شو 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 شوكولا. كي اللي كيدير زيت املو كيدير املو مع الزيت ديال الزيتون؟ لا ما تيجيش بنين. ما كيجيش مزيان. لا لا ما تيجيش. الاصل ديال املو الاصل ديال املو هو الزيت ارغان، ما تيجيش مع الزيت بلديه. غير اللي بغى الدراري يغمق عليهم باش ياكلوا زيت بلديه تيدير لهم ديك الزيت بلديه فص املو. تباس. ايوا قول لينا. يا سلام. ياك. مسكين. باينه من وجهك من عينيك باينه. تيبغيو.
مسكاري ماشي املو هذا عرفتي يا مومو اللي ما عجبوش املو ديالي يمشي يشوف الطبيب راه واقيلا هو اللي غيكون فيه الديفو ما ضمنش واش املو خصو يمشي يشوف الطبيب هو اللي عنده واحد المشكل في حاسه الذوق ويخليكم معايا اذاعه ايتراديو نكمل طبس الامو ونرجع لكم دوزو خصك معايا ترى ارغان حداك حتى هو ذوق وشوف اش ردعنا الخبر راه كاين التبصين هذاك ارغان خلطوا بجوج خلطوا لا واصلا في ارغان ولكن ارغان بوحدو ذوق باش تقول لنا لوغو ديال ارغان ولا باز هذا مسكار نعم هذا ماشي املو هذا مسكا ياك هذا مسكا املو هذا ديو المختبر دابا وندير عليك الشهد يا مومو بلينا هذا كل صباح في التربيه هذا دابا السلام لا وي هذا صباح التربيه خص دير مورا خص دير سياست وزعما مزيان ما تصحى رقية الله يكون بخير بارك الله فيك شكرا شكرا لك تبقى بزاف رقية التيم بزاف دابا الله يكون بخير نبعثوا شويه لليماس نعم بعثوا شويه لا الحمد لله جاو عندنا الكليان ديال ذاك العام قلبوا علينا تلقاونا وجاو عندي الكليان ديال الرباط واللي تعرفوني كله في انحاء ديال المغرب ودابا انت مكناس مهم نعم مهمه بالنسبه لك تجي مكناس لا دائما مهم نمشي اي معرض كنحاول نمشي لاي معرض والراجل راجل معايا ديما تيخدم معايا تابعك ما كاينش تا هو ديما ما كاينش ما تفكرش ما كاينش رجلي على ديما والله الله يعاونكم الله يكمل بالخير وليدات علاش عندي وليداتي تبارك الله تسلم لهم بزاف عندي وليداتي ايوب وعدنان وعمران الله يخليهم لك الله يكبر ايوب وعدنان تيكملوا الدراسه ديالهم في المانيا وعمران راه تيقرا في الاعدادي هذا العام الله يكمل بالخير الله يشكر لك بزاف شفقنا رقيات شفنا بك سبحان الله يلا خلي وعندك عندك شي حوايج ارغان كلشي ارغان تماك كاين ارغان كاين زيت اللوز كاين زيت الخروع كاين زيت اللوز الحار كاين كاع الزيت كاينين وانا اللي تنصيبهم كلهم يا سلام انا تبارك الله عليك تبارك الله شكرا بزاف وكاين عسل الحره حتى هي تنعطيك عسل الدغموس حار يا مومو باش تعرف تهضر مزيان قال لك يقلبها حاتي دابا غنمشي نعطيها لك قال لك يقلبها الدغموس يلا صافي نعطيكم عسل الدغموس الله يحفظك الله شكرا لك بزاف شكرا لك يا عزيم شكرا للجميع شكرا لكاع الناس اللي تعاونيت انا تفقوا لهم الصفقات اليوم خليكم معنا دابا شويه مول التمر ياك